وهي الطماطم عشان اللي عايز طماطم، بس انا ما حطيتش طماطم لانها مع الخل بتبوظ على طول. مش هعيد نفسي بقى، انتوا خلاص عرفتوا. الحاجه الثانيه بقى اللي هنعملها النهارده اللي مختلفه وحلوه قوي، عصير الكركديه. احلى حاجه مع الكركديه التمر هندي، انا شخصيا بموت فيه. الكركديه بنعمله ازاي؟ لو نوعه حلو بننقعه، بس لو نوعه مش حلو لازم نغليه شويه. فانا هو عندي كركديهي وعندي شويه عصير برتقال فريش، طبعا يبقى احلى. الكركديه وانا بعمله وانا بغليه، انا قلت انا مش هعلمكم الكركديه ازاي يتعمل، غليت معاه عود قرفه، فريحه الكركديه في قرفه. اوكي، فبما ان ريحه الكركديه في قرفه انا شلته لما طلعوا لي من غير. فاللي حصل بقى دلوقتي ان انا وعندي برتقانايه كمان عشان عايزه احط برتقانيات معاها، اوبس، واجيب السكينه نحط هنا عصير الكركديه اللي احنا عملناه. عندنا عصير البرتقال، خلوا بالكم ان هو مسكر، فلما نيجي نسكر الكركديه مش عايزاكم تسكروه قوي، فكره السكر الكتير دي هي سموم. فايه، وهي طبعا اطعمه وهي امزجه، كل واحد بيحب الكركديه بتاعه، اللي ما بيحبوش مسكر قوي، اللي بيحبه مسكر قوي. بس هو في الاخر احنا ما بنعملش شربات، ده عصير كركديه. الشربات بيبقى مسكر اوكي، بس الكركديه لا. انا هحط شويه سكر كده وهقلب، هنزل بقى بعصير البرتقال كده. حطينا فيتامين سي مع الكركديه بتاعنا اللي هو هايل للضغط. هحط عودين قرفه كده، شكله بيبقى حلو كمان قوي في البرزنتيشن. و نجيب البرتقال دول نخليهم كده على جنب، والباقي بالقشر بتاعه. اتفقنا ان احنا رمضان ده بنستعمل فيه فاكهه كتير، لان هو ده الفاكهه، هو ده اللي موجود عندنا في رمضان. يميش، مش لازم يميش، كركديه بتاعنا من مصر من اسوان، نجيب لنا نص كيلو كركديه او كيلو كركديه يكفينا كل رمضان، وحاجه مش مستوردينها ومش متكلفينها. بس كده، وشويه برتقال، شكله نفسه يفرح وجميل. اه، احنا الحاجه المهمه لسه ما طلعناهاش، احنا لسه ما طلعناش العكاوي بقى بتاعتنا، اللي هي ما اتعملتش باي سبايسز او اي حاجه مش موجوده عندنا. بسي. اهو شايفين العكاويات الصغيره اهي باينه فوقيه وجميله جدا، هو طعمه يجنن. والعصير بتاعنا اهو. الحلقه بتاعتنا كانت سهله جدا، خلوني اقول لكم الحاجات بالظبط اللي اتعملت. جبنا العكاوي حطينا عليها ملح وفلفل، حمرناها في شويه زيت، كان عندنا بصله متقطعه شرايح قعدنا نحمرها معاها لغايه لما البصلايه بقت بني، حطينا معاها شويه مستكه ورق لوري بس، يعني هي دي كل السبايسز، ملح وفلفل مستكه ورق لوري. زودناها شويه مرقه وسبناها على نار هاديه لغايه لما استوت لمده ساعه، ساعه الا ربع. بعدين قمنا بعد ما شربت الصوص كله قمنا حطينا لسان العصفور وزودناها شويه صوص الطماطم اللي احنا عملناه. مش عايزين صوص طماطم وتعملوها بشوربه برده طعمها بيبقى حلو قوي، بفلفل اسود كتير وخلاص. وخلصت، وندخلها الفرن ويطلع بالمنظر الجميل ده. طبق سلطه سهل وخفيف، مش لازم يا جماعه نعقد الدنيا، صدقوني الحاجات السامبل هي اللي دايما، او الحاجات اللي فيهاش شغل كتير دايما بتطلع صح. ففي العزومات دايما ما تكلكعوش الدنيا، سهلوها على نفسكم. وعصير الكركديه اللي بالبرتقال ده والقرفه ان شاء الله يكون عجبكم. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من بالهنا، وكل سنه واحنا طيبين ورمضان كريم، واشوفكم على الف خير وعافيه، والسلام عليكم.